الأخبار من ATV العدالة، وفيها تهنئة سامية لترامب وكيم عقب القمة التاريخية وإشادة بوثيقة السلام الثنائية. الحجرف يعلن اعتماد رابع دفعات مكافأة نهاية الخدمة لتعويض العسكريين. على أعتاب عيد الفطر، العجيري يستذكر العادات الاحتفالية التراثية للأسرة الكويتية. ومن العناوين إلى التفاصيل، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب فيهما عن خالص التهنئة بنجاح القمة التي جمعتهما في سنغافورة وما تحقق خلالها من التوقيع على بيان مشترك تاريخي تضمن أسس تحقيق علاقات سلام دائمة بين بلديهما وضمان الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية. وأكد سموه على أن هذه الخطوة التاريخية الهامة ستسهم في إزالة التوترات التي شهدتها تلك المنطقة لسنوات طويلة، آملا أن يتم نزع السلاح النووي ليس في تلك المنطقة وإنما لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، الأمر الذي سيساعد على تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة لكافة دول وشعوب العالم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد وقعا على وثيقة شاملة تضمنت اتفاقا على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وعقب القمة قال ترامب أن الحرب بين الكوريتين ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى في الوقت الحالي ولن ترفع إلا بعد التأكد من نزع السلاح النووي. أعلن وزير المالية نايف الحجرف اعتماد تحويل الدفعة الرابعة من قيمة مكافآت نهاية الخدمة لتعويض المتقاعدين العسكريين لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال الحجرف إن تحويل الدفعة تم بعد التدقيق في أسماء العسكريين الذين ينطبق عليهم القرار واعتماد المبالغ، مبينا أن تحويل المكافآت إلى مستحقيها سيتم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تعد جهة الصرف. وأوضح الوزير أن اعتماد مبلغ الدفعة اليوم من مكافآت نهاية الخدمة لتعويض المتقاعدين العسكريين يمثل اعتماد أكثر من 80% من المستفيدين في أقل من شهر. قالت الإدارة العامة للطيران المدني إنها أنجزت مجموعة من التحسينات في مبنى مطار الكويت الدولي T1 استعدادا لموسم الصيف الحالي. وأوضح مدير عام الإدارة يوسف الفوزان أن فريق التحسينات الذي شكلته الإدارة مؤخرا يجري اجتماعات يومية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة ويتعامل مع المستجدات أولا بأول. وأضاف الفوزان أن الطيران المدني خاطبت شركات الطيران وشركات مزودي الخدمات الأرضية بضرورة الاستعداد لموسم الصيف وزيادة أعداد العاملين لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتغلب على الازدحام وتسهيل حركة المسافرين. على بعد يومين من حلول عيد الفطر المبارك، استذكر الخبير الفلكي الدكتور صالح العجيري في لقاء مع مراسل ATV العدالة فهد الزايد، استذكر الأجواء الاحتفالية بالعيد وعادات الأسرة الكويتية قديما. بعد ذلك يشترون لوازم العيد. أول ما في بنك، ما في بنوك، المرأة تكنس فلوسها بالذهب، يجمع الذهب في طاسة اسمها طاسة الذهب. هذه الطاسة معدة للإعارة حق اللي عندها فرح ولا عندها زواج ولا عندها عيد، تستعير قطعة من الذهب. كنا في الماضي الريال اللي ما عنده بشت يستعير بشت ويروح في صلاة العيد. وكل وضروري ضروري أنا الحين في سنين التالية أقدر أعيد في دشتاشي هذه مكوية ونظيفة. أول لا، لازم اشتري دشتاشة جديدة، ولازم الولد يتأكد من أنه يا أبو دشتاشة جديدة وحطها تحت المخدة ليلة العيد
يصبح من العيد يطلعها من تحت المقدم يلبسها الحريم، أيضا يلبسون لباس جديد الحريم يتحنون في الحنة، مادة الحنة سردينهم حمراء، في بعض السيدات يزيدون على مادة الكيماوية على ايدهم يصير الحنة اسود، يرسمون في خطوط معينة. انا من الخطوط اللي اتذكرها انه حرف زد في اليد، يد المرأة يصير. فالعيد يختلف عنهما في الماضي.